نقائص بالجملة تعاني منها المنظومة الكروية الجزائرية، تحكيم لا يحظى بالإجماع، احتراف أقرب اصطلاحاً إلى الانحراف من مفهومه الأصلي، وتكوين غائب. أهم المواضيع التي تم تناولها في فعالية انطلاق أشغال الندوة الوطنية لتجديد الكرة الجزائرية، والتي عرفت غيابات بالجملة أبرزها الحرس القديم في صورة محمد رورو، فضلاً عن صور تصفية الحسابات في صورة تجاهل وزير الشباب والرياضة الهادي والدعلي في مصافحته العمياء إن صح التعبير لرئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف. الندوة التي قال عنها زتشي أنها ستكون منطلق تجديد الكرة الجزائرية لم تخلو أيضا من المشاكل الهامشية، فبعلام لاروم المدير الفني السابق غادر الندوة غاضبا لسبب واحد، إدراجه في ورشة الهواة بدلا من التكوين. هذا هو واقعنا المرير أيتها السيدات أيها السادة، ونحن هنا جميعا لتغييره نحو الأفضل، فكفانا أقوال ولنتسابق إلى الحلول والأفعال. جملة من المشاكل تم طرحها في الندوة الوطنية للنهوض بالكرة الجزائرية لتجديد قوانين قال عنها زتشي أن الزمن تجاوزها، ومن الضروري تجديدها لإعادة بعث الكرة المحلية. الكرة الجزائرية تسير ببعض القوانين التي تجاوزها الزمن ولم تعود تتماشى مع السياق الحالي. هكذا كانت انطلاق أشغال الندوة الوطنية لتجديد الكرة الجزائرية اعتراف من الهيئات الوصية بضرورة بتر ورم النقائص في الكرة الوطنية، فهل ستكون الحلول أم أنها ستبقى مجرد حبر على ورق؟